سلام يا أحبتنا، سلام سلام طيب مني إليك. يوم جديد، بداية جديدة بإذن الله. دائما ابدأ يومك بتفاؤل وابتسم، ابتسم، فالهموم لون من ألوان الحياة، فلا تدعها اللون الطاغي في حياتك. وصباح الخير يا أهل الخير، أسأل الله أن تكونوا وأهلك بخير. اليوم بإذن الله متجهون إلى سيراغول. أحمد أعد لنا قائمة بالأغراض التي نريد شراؤها، والتخطيط أهم شيء في الرحل. أذكر مرة كنا في رحلة شو، بعد أن وصلنا إلى المكان تذكرنا أننا لم نحضر الولاعة أو الكبريت. ذلك اليوم أكلنا البندور والخير وروحنا. أجمل شيء عندما تسافر مع الأصغر منك. لا تحرك ساكن. يلا أبو حميد، شو صار معك؟ ندور يا زلمة على الهوار الشوي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وصلنا قبل قليل إلى سيراغولو، إن شاء الله سنبحث عن مكان نستقر به ويكون مناسب ذا إطلالة، ونبدأ يومنا بإذن الله. أعطيك أفضل مكان في أفضل مكان. شباب، سؤال سريع بس بدي إجابة بديهية منكم، لأن السؤال يعني في غموض ومخادع. لو كنت في سيارة وهناك ذبابة تحاول الطيران عبر النافذة المغلقة، كيف تتصرف معها؟ هناك خيارات، سأعطيكم ثلاث خيارات وبناء عليها تختار الإجابة التي تشعر أنها مناسبة لك ولشخصيتك. الإجابة الأولى، هل تتجاهلها أم تفتح لها النافذة وتخرجها أم تقتلها؟ وركز أن الإجابة تحلل جزء مهم من شخصيتك. احمد، شو جابتك؟ انا بالنسبه لي بفتح النافذه بقول له اطلع يروح يحل عني بس. طيب وسام رجالها اذا مش مزعجتني. طب هلا اعطيني، احكي لي التحليل الشخصي. شوف عارفني صراحه، قرات المقال البارحه جاء فيه ان افضل جواب هو ان تقتلها، لان رجال الاعمال واصحاب القرار يختارون قتلها. طبعا انا اعترض فكن محسنا. يا زلمه الله يبشرك بالخير، معناه يبرع عن ظلم على الطريق. الآن محاولات إشعال النور. اعطينا جوا مشان الهواء ما يطفي. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure. ما أجمل الحجاب على العروسة، بارك الله لهما وبارك عليهما. المتابعين مبسوطين منك يا أحمد، أنت وأسامة، وجه كلمة لهم. أنا بدي أوجه كلمة، بدي أوجه بيت شعر وارتجالي كمان. الله أكبر ولا عد مسات المايك. خلاص بدون مايك، بس الصوت. يا الله أحمد. كتبت على اليوتيوب عن أحباب محمد غنايم. فدلكو يلي العين والقلب ترخص فدلكو. أنا يا أحباب اليوتيوب بل وبيغلى فدلكو. الله والله بتستاهل الحب والاحترام. أمان أمان أمان. طبعا هذا نوع من أنواع الشعر الحر، أن تقول شعر على نفس القافية بحيث يحتوي على كلمة تحمل أكثر من معنى. وأحمد استخدم كلمة فدلكو وأبدع صراحة في هذا البيت بالشعر، فالله يسعدكم جميعا ومساء سعيد. وبرضو بدي أشكرهم شكر خاص يعني بعد بيت الشعر، وأحكي لي منه شكرا لكم جميعا على التعليقات الحلوة اللي بتقدموها وبتكتبوها، وإلي الشرف الكبير يعني نذكر في تعليقاتهم، فشكرا جزيلا.
كنت أقرأ تعليقاتهم قبل قليل وأريد التعليق على تعليقاتكم إن سمحتم لي. قبل أن أقرأ التعليق لأحد المتابعين الأفاضل يقول: أريد أن أسألك سؤال، هناك جملة حيرتني كثيرا وأتمنى أن تعطيني رأيك فيها، وهي أن التدين يقضي على الإنسانية، هل هذا صحيح؟ على الإنسانية مرة واحدة؟ الله يحفظك أخي الغالي. تمام، أنا سأخبرك بيت شعر وأنت بنفسك قرر. يقول الشاعر: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في دنيا بلا ديني. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، ما تفضلت به هو من طرق تشتيت النظرة الصحيحة للمسلم المعتدل. فلو نظرت إلى أساسيات التطور الحضاري أو الإنساني، وهي النظافة كما يقال في علم الفلسفة أن الإنسان تطور عندما بدأ ينظف من نفسه، تجد أننا نحن المسلمين من علمناهم إياها، لا أكاد أبالغ. ذكرتني بموقف لدكتور تركي كان يدرسنا، كان كلما تطرق لموضوع النظافة من ناحية طبية كان يقول: نحن المسلمين من علمنا الغرب إياها، خمس صلوات في اليوم لو حرصت عليها جيدا تكون أنظف شخص في العالم. هذا ما قاله أستاذي وما زال في ذاكرتي. طبعا تعريف الصحة بناء على منظمة الصحة العالمية هي أن يكون إنسان سليم من ناحية فيزيكسالة، من ناحية الجسدية، ومن ناحية روحية التي تتعلق بالروح ومنها وتشمل التدين كما تدعي أنها تقضي على الإنسانية، ومن ناحية سوسيالية أو اجتماعية. لذلك بناء على المفهوم الذي تفضلت به أنها تقضي على الإنسانية، وبالتالي يصبح إنسان غير سليم، وهذا مفهوم متناقض. لو أريد أن أتوسع في الأمر كثيرا حتى لا يمل الشباب هنا ولا يتحول لفلوق الحلقة عادية، ولكن أخي الحبيب أختي الفاضلة، التدين لا يقضي على الإنسانية بل بالعكس يجملها، والله يسعدكم جميعا. صوتها عالي جدا صحيح؟ بخشك الاثنين يا زلمة. أربعة أربعة. كان عرض جميل صراحة، لما استطعنا نأخذ الكثير من اللقطات، ولكن بشكل عام كان جميل. طبعا امر يعني هذا الامر تقوم البلديه باعداده لكي تنشط السياحه هنا، فكما تشاهدون هذا يعني باستمرار السياح وسيارات السائحين تمر من هنا. لذلك الان سنقوم بالذهاب لشرب دم الارنب من العادات التركيه، سنجربه اليوم، تعالوا معنا. الان سيقوم احمد بتجربه شرب دم الارنب ويخبرنا برايه. مستعدين؟ 1 2 3 انصدمتوا. دم الأرنب بالتركية هو الشيء الذي يكون لونه بهذا الشكل، يعني سامعونا أحببت أن أوصل الفكرة لكم بطريقة عملية. يعني إذا دم الأرنب يعني شمال تركيا، شمال تركيا اشتهر بنبتة الشاي، لذلك احفظها، شمال تركيا يعني نبتة الشاي يعني دم الأرنب. ودعني أجربه، الطعم يختلف عن الشاي العادي، يعني مر قليلا. هنا نصل أحبتي في الله إلى نهاية توثيق اليوم، كان يوم ورفقة جميلة ومتابعة أجمل منك، والله يسعدكم جميعا. وتذكر أن كل ثانية تمر من حياتك قد أصبحت ذكرى وذكريات في ماضيك، فاحرص على ذكرى جميلة مع نفسك أولا ومع من حولك ثانيا، حتى تنظر إلى هذه الثواني فيما بعد والابتسامة على وجهك، ودمتم في أمان الله. وابزون يا منبع الجمال، أحسن خلقك رب الجلال، وزينك بأحلى التلال، وداعا يا رضا الدلال، قضيت فيك أجمل أوقات، ستظل بقلبي بكل الدقات. طرابزون يا منبع الجمال، أحسن خلقك رب الجلال، أحسن خلقك رب الجلال.